انا شغال في الوسط بقالي فوق ال 50 سنه، داخل ب 55 سنه. كنت اول حاجه عملتها مولد دنيا، واشتغلت مع الحرب العالميه الثانيه مع الاستاذ يوسف شاهين. اما التلفزيون طبعا اشتغلت طبعا في بلد سيزانيا ووفد الحلواني وارابيسك، وكل ده اخد بالك شغال فيه، ورفض الهجان. انا اللي اخترت انا ونفذت موضوع ايجار السيارات للسينما، عشان ما كانش في ايجار سيارات للسينما الاول، كان كل ممثل كان هو بيجيب العربيه بتاعته كان بيشتغل بيها في العمل. المخرج طبعا هو اللي بيحدد لي الشغل وبنفذ له طلبه اللي هو عاوزه، بنظبط مع بعضنا كان شارع او حاره او قدام فيلا. كل ممثل بينقي عربيه، بنقعد مع بعضينا بنشوفه بقى هو ايه ده هينقي دي ودي دي، عربيه فقير وعربيه غنيه والحاجات دي كلها، وبنحدد العربيات للشخصيات نفسها. استاذ ابراهيم الصح طلب مني نروح متحف القلعه عشان نجيب حنطور من هناك يصور بيه في الوقت الحلوان. بتوع المتحف رفضوا، قال لك دي حاجه ملكيه وممنوع تطلع بره. الاستاذ ابراهيم الصح والاستاذ ممدوح الليثي كلموني وطلبوا مني اتصرف في حنطور. كان عندي الحنطور ده صناعه فرنساوي وكان مكسر، كان تعبان، وصنعت على الحنطور على ضبطه، طلعوا اربع ايام في غد الحلوان. عربيه اوبرون سنه 1900، عمرها اعتبر 120 سنه 122 سنه. اشتغلت طبعا في زيزانيا، قعدت اكثر من 25 سنه ما بكتبش اسمي على التتر، ما كانش فيه لائحه عندهم يقدر اي حد يتحمل مسؤوليه يكتب اسمي على التتر.